معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي. مرحبا بك استاذ حسين. اذا مديرية الدفاع المدني ذكرت ان اكثر من 35 الف دونم من الاراضي احرقت في غضون 8 أشهر الاخيرة، ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ تفسيري لهذه الظاهرة انه هذه جريمة منظمة وليست جريمة عادية، جريمة منظمة تقوم بها قوى فاعلة أو قوى متنفذة في الدولة العراقية، وإلا على الحكومة العراقية أن تفضح هؤلاء المجرمين. هذه جريمة ما حدثت بتاريخ العراق. بتاريخ العراق أنا لم أقرأ ولم أسمع يوما أنه هناك من تحرق المحاصيل الزراعية حين حصادها وبدون معرفة الجاني من هو وما هو الأسباب وما هي الدوافع. هذه جريمة منظمة على يعني الحكومة أن تفضح على المجرمين إن لم تكن متواطئة معهم. يعني من يتحمل المسؤولية المباشرة من وراء هذه الحرائق ومن المستفيد، ما الهدف منها؟ طبعا الذي يتحمل المسؤولية مباشرة هي الحكومة العراقية، هي المسؤولة عن العراق أمنا واقتصادا وسياسة، المسؤولة عن كل العراق. أما المستفيد من هذه الجرائم هم أعداء العراق، وعلى رأس أعداء العراق هي إيران والولايات المتحدة وبقية حلفائهم في المنطقة. نعم. هؤلاء هم الذين يستفادون من العراق لكي لا ينهض اقتصاده ولا ينهض سياسيا ولا ينهض عسكريا ولا ينهض أمنيا ولا ينهض بكل شيء، يبقى هكذا وضع العراقي وهم يستنزفون العراق ماليا واقتصاديا وسياسيا. هؤلاء هم الذين يستفيدون من هذه الحرائق ومن غيرها. يعني أذرع إيران الميليشيات وراء هذه الحرائق؟ أنا أعتقد أنه يعني لا أستطيع أن أسميها بالاسم، ولكن كل الشكوك وكل الأدلة تشير إلى هؤلاء بأنهم هم من يقوموا بمثل هذه الجرائم. وإلا لماذا الحكومة ساكتة على هؤلاء؟ أليس من واجب أي حكومة؟ لو كان من جميع المكونات لفضحتها الحكومة. نعم، ولكن أليس من واجب أي حكومة مخلصة أن تطلع بدورها في حماية الأراضي الزراعية التابعة لدولتها وممتلكات حتى الأهالي مواطنيها؟ أخي هذا الوضع لو كان في غير العراق لاستقالت الحكومة، ولكن الحكومة يبدو أنها هي غير يعني بمعنى هي غير أهل للمسؤولية. لو كانت أهلا للمسؤولية ما سمحت بهذه الموارد تحرق هكذا، وأيضا إضافة ذلك ليست جريمة جنائية فقط بل هي أيضا جريمة سياسية. ولكن هي جريمة سياسية تعتبر. نعم، الحكومة صرحت يعني في أكثر من مناسبة أنها فتحت تحقيقا في هذه الحرائق، ولكن كما تفضلت قبل قليل سيد حسين أنها لم تعلن عن نتائج هذه التحقيقات، هل هناك شبهة تواطؤ برأيك؟ نعم، وهناك نفوذ على الحكومة لأنه أغلب المجرمين هم لديهم نفوذ في البرلمان وفي الحكومة، والحكومة تعلم ذلك أكثر مني ومنك. لهذا السبب جميع اللجان وليس أغلب جميع اللجان التي سكرتها الحكومة لم تخرج بنتائج الشعب العراقي، ولم يعرف الشعب العراقي نتائجه. ما هي النتائج التي تشكلت في قضية جسر الكاظمية؟ ما هي النتائج التي تشكلت في قضية استهداف المرقدين والذي راح ضحيتها آلاف الناس بحرب طائفية مدمرة؟ ما هي النتائج؟ لن نعرف أي نتيجة من هذا. وهذه اللجنة كذلك ستذهب نتائجها أدراج الرياح كباقي اللجان التي شكلتها الحكومة. أخيرا أستاذ حسين، حتى التوقيت يعني هل هناك علاقة بنشوب حرائق هذه المحاصيل الزراعية وتصريح وزير التجارة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في تلك المحاصيل قبل أيام من إحراقها؟ هو عادة محصول الحنطة والشعير ينضج في نهاية شهر الخامس إلى بداية شهر السابع، فلا بد أن يكون ضمن هذا الفترة يكون الحرائق، سواء صرح الوزير أم لم يصرح، ولكن هذا الفعل يعني لا بد أن يكون ضمن هذا التوقيت، يعني قبل هذا التوقيت الزروع يعني ما زالت يعني خضرة رطبة لا تصح لا يمكن حرقها، وما بعد السابع سيكون حصادها قد اكتمل، فلا بد أن يكون الحرق في ضمن هذا الوقت الذي تكون المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير ناضجة ويابسة وبأدنى درجة حرارة، يعني أي أدنى شعلة حرارية تستطيع أن تشعل مزارع كاملة دون آلاف الدونمات. لهذا السبب هذا التوقيت سببه هو نضوج هذه المحاصيل، وهو توقيت يعني لابد منه، يعني في غير توقيت لا يمكن ان يقوموا بحصده، لا يكون في شهر الرابع يستطيع حرق المحاصيل، ولا يكون ان يؤجل هذا التوقيت الى ما بعد السابع. شكرا جزيلا لك من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي.